السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن فرصة، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام، وكان التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص زي كتير التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا ونقدم لك بشكل احترافي، او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا كده نبدا على بركه الله ونتكلم عن فرصه النهارده، وهي فرصه في دوله اوروبيه. برنامج القادة الشباب 2020 في بروكسل بلجيكا، تمام؟ اسم البرنامج بتاع النهارده واسم فرصة النهارده هو برنامج اسمه برنامج القادة الشباب. تعال نتعرف على تفاصيل أكتر. الدولة اللي هيكون موجود فيها البرنامج ده هي بلجيكا. اسم البرنامج Young Leaders Program، تمام؟ آخر موعد للتقديم هو 21 فبراير 2020، وأنا حاطط لكم موعد النهاية أو انتهاء التقديم للفرصة دي في الأول، عشان بس يعني النهاية قريبة للفرصة دي، فياريت يعني تتعرفوا عليها بشكل أكبر من دلوقتي وتنتبهوا للفيديو كويس، تمام؟ مدة البرنامج ده هيكون لمدة 10 أيام، البرنامج ده متاح لمدة 10 أيام. الدول المتاحة للتقديم، كل دول العالم متاحة للتقديم، أي دولة تقدر تقدم في الفرصة دي بدون وجود أي مشكلة، من قارة أوروبا، أفريقيا، آسيا، الدول العربية، تمام، أي دولة تقدر تقدم الفرصة دي. تعالى نتكلم بقى عن التمويل بتاع الفرصة دي. صراحة تمويل كويس، هي ممولة من كل شيء. تذاكر الطيران هتكون مجانا من بلدك الى بلجيكا، تمام، البلد اللي انت موجود فيها لبلجيكا تذاكر الطيران هتكون ذهاب وعودة، يعني مش تدفع اي حاجة خالص. كمان هيكون في سكن فندقي في خلال مدة البرنامج، طول العشرة ايام كلها هيكون في سكن ممول على حساب المنحة. كمان بقى يعني المميزات الجانبية اللي هتاخدها زيارة بلجيكا اللي هي تعتبر دولة من دول اوروبا، يعني هتتعرف على الثقافة الأوروبية بشكل أكبر، هتشوف مدن بلجيكا وما إلى ذلك، وأكيد في مميزات أخرى طبعا زي رسوم التسجيل في البرنامج هتكون بشكل مجاني، يعني كل الرسوم هتكون ممولة بالكامل إن شاء الله من المنحة. مواضيع البرنامج، طب الفرصة دي بقى بتتكلم عن إيه؟ الفرصة دي بتتكلم عن تبادل الأفكار والخبرات والحلول للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم، يعني هيتكلموا في مواضيع كتيرة جدا. يعني مثلا هيدوك، يعني لما نشوف بعد شويه في ابلكيشن المنحه هنلاقي ان في مواضيع كتير جدا المنحه دي او الفرصه دي بتتكلم عنها، وانت هتعرض فكرتك او هتختار المجال اللي انت عايز يعني تاخد التدريب ده فيه، او تاخد مثلا تناقش الافكار فيه، زي مثلا تتكلم عن التغيرات المناخيه، تتكلم عن افكار كتير مختلفه، فانت ليك الحق في اختيار الافكار اللي انت عايز تتكلم عنها. وبالتالي هدف البرنامج ده ان هو يجمع افكار مختلفه من الاشخاص المشاركين، يعني كل واحد بيعرض فكرته او خبره عنده في الموضوع ده، تمام. خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن شروط التقديم. شروط التقديم للفرصه دي، يجب ان يكون سنك بين 21 سنه ل 26 سنه، تمام. يبقى الفرصه دي من شروطها هي السن، طبعا هيكون ده عائق شويه ناس كتير جدا، ولكن طبعا ده شرط ما ينفعش تخلي عنه، هو من 21 ل 26 سنة، يعني يكون سنك 21 أو 26 كأقصى حد. كيفية التقديم بقى للفرصة دي، في أبلكيشن هيتم ملء أونلاين، أبلكيشن بسيط جدا ما فيهوش أي حاجة، وتعمل له سبميت وكده يبقى أنت قدمت المنحة. طبعا أنا في كل منحة أنا بحط الأوراق المطلوبة، ولكن المنحة دي الأوراق المطلوبة فيها بسيطة جدا وهنتكلم عنها في الأبلكيشن، تمام؟ في الأبلكيشن هنعرض إيه هي الأشياء والملفات المطلوبة منك بجانب من الأبلكيشن. أنا هنا حاطط لكم ده قدم الآن، ده هو الأبلكيشن التقديم، وده الإعلان الرسمي للمنحة. تعالى كده نبص سريعا على الإعلان الرسمي قبل ما نخش للتقديم. نفتح الإعلان الرسمي، هيظهر معاك الإعلان الرسمي بالشكل ده، كل التفاصيل بتاعة البرنامج هتلاقيها هنا. بيكلمك هنا عن البرنامج اللي هو Young Leaders Program،
بيشرح لك هنا عن الشروط بتاعته من 21 ل 26 سنه، وان هم ممول بالكامل. وده ملف هتلاقوه هنا، الملف ده هتلاقوا فيه كل التفاصيل وكمان شرح للابلكيشن. تمام، ده كده بالنسبه للاعلان الرسمي للمنحه. نرجع تاني بقى ونتعرف على كيفيه التقديم للمنحه دي. هتيجي على كلمه قدم الان هنا وتضغط عليها عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم هيظهر لك بالشكل ده. اول حاجه بيقول لك اكتب الايميل او اليوزر نيم والباسورد بتاعك هنا. طيب انت كمستخدم جديد، يعني كواحد لسه لاول مره بيفتح الابلكيشن، ما عندكش ايميل ولا عندك باسورد، تعمل ايه؟ هتروح حضرتك عند الجزء اللي من فوق ده هنا وتضغط على كرييت اكونت. تمام، لما تضغط على كرييت اكونت انت كده تعمل بيانات جديده على الموقع، ولازم تحط الاشياء المطلوبه منك هنا عشان تعمل اكونت جديد. اول حاجه مطلوب من حضرتك انك تحط صوره شخصيه، ابلود فوتو. تمام، صوره شخصيه ليك تحطها هنا. بعد كده تشرح بقيه البيانات او تتكلم عن الاشياء المطلوبه منك هنا وتجاوب عليها. الجندر بتاعك تختاره، تايتل انت مثلا يعني دكتور او طالب ولا ايه بالظبط. تمام، فبتختار هنا التايتل بتاعك، تكتب اسمك اسم العائله. تمام، اورجانيزيشن طبعا فانكشن دي زي كده الوظيفه، ولكن انت عايز تحطها مثلا ممكن تحط كطالب كعامل موظف، يعني زي ما انت عايز ممكن تكتبها. اورجانيزيشن معناه هنا المنظمه او المؤسسه اللي انت درست فيها او اللي انت بتدرس فيها حاليا. تمام، انت بتدرس مثلا في جامعه، يبقى تكتب اسم الجامعه هنا اللي هي مثلا جامعه القاهره، يبقى تكتب اسم الجامعه هنا. تمام، تحط الايميل بتاعك وتحط الجنسيه بتاعتك تختارها وتختار تاريخ ميلادك. بعد كده بتضغط على كلمه سيف. لما حضرتك تضغط على كلمه سيف كده يبقى انت عملت كرييت اكونت، وبيقول لك ان المنحه بعتت لك رساله على الايميل بتاعك. في رساله بتوصلك على الايميل، الرساله دي بيكون فيها لينك، اللينك ده انت بتضغط عليه عشان تعمل باسورد، لان انت كده يعتبر انت حطيت الايميل بتاعك هنا ولكن محتاج باسورد. فمن خلال الرساله اللي بتوصلك على الايميل يبقى انت كده هتعمل الباسورد ويبقى معاك الايميل والباسورد. تمام، طيب انت دلوقتي حصلت على الايميل والباسورد، تعمل ايه؟ تيجي عند الجزء بتاع اللوجن من هنا وتضغط عليه عشان ترجع تاني للجزء الخاص بتسجيل الدخول للمنحه. تكتب بقى الايميل بتاعك هنا، تكتب الباسورد هنا، بعدين تضغط على كلمه لوجن. تمام، لما تضغط عليها يفتح لك الابلكيشن بالشكل ده. تروح انت جاي عند حاجه اسمها ستارت يور سبمشن، تضغط عليها. تمام، هيظهر لك حاجه ثانيه، هتلاقي هنا حاجه اسمها كرييت بروبوزل، تضغط عليها. تمام، هنا في كذا برنامج تبع المؤسسه دي. تمام، اللي هي اليوروبيان ديفلوبمنت دايز. تمام، دي المؤسسه اللي هي تعتبر عارضه المنحه. طيب في كذا برنامج تبعها، احنا عايزين اي برنامج؟ احنا عايزين اخر برنامج ده اللي هو مين؟ يانج ليدرز بروجرام. تروح ضاغط على اخر برنامج ده وتعمل كرييت بروبوزل. تمام، اول ما تضغط على كرييت بروبوزل كده انت دخلت على الابلكيشن بقى بتاع التقديم للمنحه. وهنا بيقول لك ان اخر ميعاد للتقديم زي ما كنا قلنا هو 21 فبراير 2020. طيب مطلوب من حضرتك بقى هنا انك اول سيكشن عندي السيكشن رقم واحد، انك حاجه اسمها البيرسونال بروفايل، معلوماتك الشخصيه. تحط الجندر بتاعك تاني، تكتب اسمك اسم العائله تاريخ ميلادك، تعمل انك موافق على الشروط كلها، تحط مكان الميلاد بتاعك، هنا بقى تحط رقم الباسبور بتاعك، وهنا تحط السي في بتاعك. تمام، تحط عنوان الاقامه بتاعك الحالي، تحط صوره شخصيه ليك تاني. لو عندك اي اكونتس على السوشيال ميديا زي الفيسبوك تويتر انستغرام تحط الحاجات دي، لو ما عندكش تسيب الجزء ده فاضي. تمام، بيقول لك هنا بقى تعالى للجزء ده واختار المواضيع اللي انت عايز تتكلم عنها في البرنامج، لان زي ما احنا قلنا البرنامج ده هو عباره عن برنامج تبادل افكار، يعني انت هتعرض فكره وغيرك هيعرض فكره، فانت هنا هتختار ثلاث مواضيع، مواضيع كتير جدا، يعني هتلاقي حاجات كتير جدا، حاجات بتتكلم عن كلايمت تشينج، تغيرات المناخ مثلا، هتلاقي بتتكلم عن ووتر، بتتكلم جرين فينانس، حاجات كتير جدا، فانت بتختار الموضوع المناسب ليك وبترتبهم على حسب الاولويه، بتختار ثلاث مواضيع. تمام، وبترتبهم. وهنا بقى في الجزء ده هنا مقال مطلوب منك، بيقول لك توبيك انترستس، يعني بتتكلم هنا عن المواضيع اللي انت اخترتها، يعني انا اخترت هنا ثلاث مواضيع، فبيقول لك هنا اشرح باختصار انت ليه اخترت المواضيع دي وازاي ممكن تقدر تفيد الاشخاص الموجودين في البرنامج. تمام، او تفيد البرنامج من خلال عرض افكار عن المواضيع دي، يعني انت هتناقش المواضيع دي ازاي. تمام، يبقى هتتكلم عن الجزئيه دي هنا في مقال. وهنا بيقول لك اختار اللانجوج اللي انت بتعرفها. تمام، بتعرف مثلا انجلش فرنش اسبانيش، يعني بتختار اللغات اللي انت بتعرفها وبتعلم عليها هنا. بعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو السكشن 2. تمام، وفي السكشن 2 هنا بيقول لك هتعمل
ابلود فيديو، يعني هتحمل فيديو هنا. الفيديو ده الماكسيمم بتاعه دقيقتين، دقيقتين هتتكلم فيهم عن نفسك، عن ازاي هتقدر تفيد البرنامج ده، وايه المواضيع اللي انت اخترتها وليه اخترت المواضيع دي. تمام، يبقى هتعمل فيديو من دقيقتين هنا وتحط لينك الفيديو. طبعا في اشخاص كتير هيسالوني طيب نعمل الفيديو ازاي. ممكن تعملوا الفيديو على اليوتيوب عادي، تعمله بشكل انليستد في على اليوتيوب، حاجه اسمها انليستد، يعني بتعمل ابلود للفيديو بتاعك على اليوتيوب. وانليستد معناها انك بتخلي الرابط ده متاح بس للاشخاص يعني اللي انت ارسلت لهم الرابط، يعني انت تاخد الرابط من اليوتيوب وتحطه هنا، واي حد معاه الرابط ده هو اللي يقدر يشوفه. تمام، انما مش هيبقى مثلا بابليك لاي حد. دي الفكره هنا كلها عشان تحط الفيديو يو ار ال. طيب خلصت السكشن ده، تعمل ايه؟ تخش على اللي بعده اللي هو رقم 3. وفي السكشن ده اللي هو زي برزنتيشن كده، انت بتعمل استعراض. وهنا بيسالك بيقول لك ليه انت مثلا شايف انك مقدم جيد او يعني شخص جيد بالنسبه للمواضيع اللي انت اخترتها. ليه انت مثلا هتكون مقدم جيد للمواضيع دي؟ فاشرح بقى ازاي انت ممكن، ازاي المواضيع دي انت هتقدمها، وازاي التسلسل بتاعها هيمشي معاك، وازاي ممكن تعرض الافكار بتاعتك فيها. تمام، وبحد اقصى 500 كلمه. بعد كده بقى تكتب النيم اوف بروجكت، يعني المشروع اللي انت اخترته او الموضوع. هنا تكتب المشروع ده والاورجنايزيشن. تمام، تكتب الرول بتاعتك، دورك، يعني الدور بتاعك في المشروع ده هيكون ازاي في البرنامج اللي انت هتقدمه. يعني مثلا انت هتتكلم عن برنامج التغيرات المناخيه مثلا. تمام، يبقى ايه الدور اللي انت هتلعبه عشان مثلا في الموضوع ده تخلي الاشخاص الموجودين مثلا يفهموا الموضوع اكتر، او هيكون دورك ايه انك مثلا تدي افكار جديده، يعني ايه الدور اللي انت هتلعبه بالظبط. وهنا بقى بتحط ريفرنس، مطلوب منك خطاب توصيه واحد على الاقل. طبعا مش مطلوب اونلاين ولا حاجه، خطاب توصيه عادي جدا، اي خطاب توصيه معاك بتعمل له ابلود هنا وبتحطه. خلصت السكشن ده بتعمل ايه؟ تخش على اللي بعده اللي هو رقم 4، وده اخر سكشن مطلوب او اخر مقال. في المقال ده بيقول لك بقى يعني هل انت شاركت في سبيش، يعني زي كده ايه مقابلة، او زي مثلا اتكلمت قبل كده قدام مثلا اودينس، قدام جمهور. فبيقول لك لو انت اتكلمت قدام جمهور قبل كده مثلا وضح لنا، او لو مثلا كنت حاضر مع شخص انت تعرفه مثلا، او مثلا حضرت مؤتمر او كوميونيتي او اي شيء، وكان في مثلا ليدر، كان في قائد مثلا الاودينس ده، فاشرح عن القائد ده وقول هو مين وايه الخبرة اللي انت استفدتها من الموضوع ده. فده معناه تمام. طيب كتبت انت المقال ده، تخش تعمل ايه بعد كده؟ الجزء اللي بعده اللي هو السكشن 5. تمام، والسكشن 5 هنا بقى مطلوب منك ايه؟ في السكشن 5 هنا مطلوب منك عن موضوع، تمام، او حاجه او خبره عندك. يعني مثلا انت اتطوعت قبل كده مع مؤسسه، او اخذت مثلا كورس معين كتدريب في حاجه معينه مثلا. فانت تعمل ايه؟ بيقول لك ادينا دليل او اشياء عن الخبره السابقه بتاعتك في الاكتيفيتيز. تمام، فانت هنا تشرح الخبره بتاعتك، او تشرح اصلا التدريب ده او الاكتيفيتي دي كانت عن ايه بالظبط، تشرح الدور بتاعك انت ساعدتهم ازاي، تشرح ايه الاتشيفمنت، الاستفاده من التدريب ده او من التطوع ده، وتحط هنا دليل على الكلام اللي انت قلته، اللي هو مثلا عندك شهاده مثلا اخذتها من المؤسسه اللي انت اتطوعت فيها، او من الكورس اللي انت اخذته. يعني بتحط اي دليل هنا، بيقول لك تحط دليل 1 2 3، اي عدد انت عايزه. تمام، وبعد كده بقى حضرتك بعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على السكشن 6. تمام، وفي السكشن ده بيقول لك لو انت عايز تضيف اي معلومات، اي شيء اضافي مثلا انت عايز تشرحه للمنحه بشكل اكبر بتحطه هنا. ما عندكش اي حاجه ممكن تقولها للمنحه او مثلا اي تعليق، خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. بعد كده بتخش على السكشن رقم 7 اللي هو اخر حاجه، وهتلاقي في الجزء ده اللي هو سبميت ماي بروبوزال. يعني انت كده كل السكشنز اللي فاتت دي السته دول، انت هتيجي عند السابع ده خلاص كل اللي كتبته هنا تعمل بقى سبميت بروبوزل. طبعا مش هيتعمل سبميت الا لما تملا كل المراحل اللي فاتت دي. كده ده بالنسبه للمنحه. المنحه طبعا لو بصيت لها هتلاقي ان كل الاشياء المطلوبه فيها هي مقالات، يعني نسبه القبول او الرفض بتاعتك هتكون معتمده كلها بشكل كامل على المقالات. عشان كده لازم تركز كويس جدا في كتابه هذه المقالات. تمام، طيب كده خلصنا شرح المنحه. نرجع تاني ونقول كده باختصار ان المنحه دي مموله بالكامل، تذاكر طيران، سكن فندقي، زياره لبلجيكا، ومميزات كتيره جدا مختلفه، وهتكون لمده 10 ايام في دوله من الدول الاوروبيه وهي بلجيكا. اتمنى لكم التوفيق في المنحه دي، وان شاء الله باذن الله بالقبول والنجاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.